الله البراريد القديمه هذه يا ابوي حق ايام زمان. دوق دوق الشاي بس وقول لي ايش رايك. تصدق امي كان عندها قدر قديم صح؟ ايوه 300 متر. 300 متر القدر 300 متر. والعمق كم؟ يعني 256 عمى ما شبرنا نحن. اسمع جدي كان عنده مزرعه ايوه 3 كيلو في 4 كيلو 3 كيلو في 4 يرمح فيها الخيل. الله. وزرعته فيها ايش؟ بصله. بصله واحده بس. واحده بس كل يوم تسقوها ونسقيها وهي تكبر. مويه غريب كمان. مويه غريب. اقول لك المويه دي خلت البصله تكبر لا قوه الا بالله. كبرت بزياده لين وين؟ لين يا حبيبي كسرت السياج. يعني هذه صارت 3 كيلو في 4 كيلو. 10 كيلو يا معلم. هي ايش تبغى؟ 10 كيلو ايوه. وهذه تتكشم فين هذه؟ هذه مكشينها في قدر امك.